كان كتاب يتكلم عن مدينة إدلب، مدينة سورية، مدينة كانت منسية ودخلت في إتون الحرب والآن تتصدر المشهد في العالم أجمع. الكتاب عبارة عن مجموعة أشعار ونصوص نصرية أعادت إلى هذه المدينة جزء من الحياة عشان تعريف الناس والجمهور الثقافي عن تاريخ هذه المدينة وأحيائها ونواميسها وشوارعها وكل شيء. هذا الهدف. ما شعورك مع إصدارك؟ طبعا دائما الإصدارات الأدبية إصدارات توثق تاريخ المرحلة، توثق الأمكنة، هي رديف للثقافات على مستوى كل اللي نحن بنقدر نقدمه، لأنه الكلمة دائما أنا أقول هي أمضى من أي سلاح آخر في ثقافة العالم، في الوصول للعالم. والآن الكتاب بنحاول دائما ننشره بقدر الإمكان على كل يعني صفحات التواصل من أجل الناس تستفيد من النسخات الإلكترونية تبعه، وأعتقد أنه وصل لشريحة كتير كبيرة يعني، وهلأ منتشر في مكتبة جرير وفيرجن مشهورة طبعا ومكاتب أخرى على مستوى المملكة. يقال أن الكتاب ابن، فهل هذا ما تشعر به؟ والله هذا سؤال تقليدي جدا، دائما بيقولوا أنه الكتاب أبنائك أو كذا. نحن عندنا مجموعة إصدارات الآن لكتب قادمة، عندنا كتاب يحكي حكايات شعبية عن المدينة، في شعر محكي اسمه ريق الحكي، في كتاب آخر اسمه ما زال في الفنجان شيء من رمق، عندي كتاب جديد كمان اسمه جرح تحت سرج الحصان، كتب تحت الطباعة الآن إن شاء الله رب العالمين. أتمنى أن أشوف أنه قريبا جدا، وبتمنى أنه يعني أنا دائما بحب أنه أعيش الحياة الثقافية، بعتبر وجودي فيها حياة يعني، والكتابة هي بالأخير الكتابة هي حياة في كل مكان. هذا الإصدار أول إصدار لي بعنوان صقور مواسم. ماذا يحتوي الكتاب وما هو فكرته وهل هو أول إصدار؟ نعم هو أول إصدار. الكتاب يحتوي على رواية تقص بطولة حدثت خلال مواسم الحج في مكة المكرمة ضمن خدمات حجاج بيت الله الحرام. كان يعني تقريبا الفكرة أنه فريق عمل ناجح، اعترضته كثير من الصعوبات والعقبات والمشكلات، كيف استطاع هذا الفريق أن يسيطر ويتخطى هذه الصعوبات والعقبات. ما شعورك مع إصدارك؟ شعوري أتمنى أن ينال هذا الإصدار إعجاب قرائي أولا، ثانيا أتمنى أن يحقق أهداف جيدة تستهدف كل مطوف ومطوفة أو كل قائم على خدمات حجاج بيت الله الحرام. يقال أن الكتاب ابن، فهل هذا ما تشعر به؟ نعم أشعر بأنه ابن، ولا أعلم ما المستقبل المنتظر له. عفاف محمد باجابر، معلمة تربية فنية، فنانة تشكيلية وغواصة دايف ماستر، والحمد لله هذا أول كتاب لي في الإصدار في الكتابات. ماذا يحتوي الكتاب وما هو فكرته؟ مجموعة من الخواطر، يحتوي على مجموعة من الخواطر، في بعضها من المفرح وبعضها من المحزن، عبارة عن تجارب بعض الناس، قد تكون تجارب شخصية والبعض منها تجارب أسمعها من الآخرين، وممكن أكون اللسان الناطق لما يشعرون به الآخرين. ما شعورك مع إصدارك؟ شعور جدا جميل. الكتابة يعني شيء حاجة ممتعة، وتحسيها يعني ابنك الثاني، لازم فيها الاحتواء، الحنان، عبارة عن ضجيج من المشاعر. يقال أن الكتاب ابن، فهل هو هذا ما تشعري به؟ بالفعل لازم يكون في حب للكتابة عشان تقدري توصلي الأشياء اللي بداخلك توصليها للناس بشكل منمق وبشكل جميل، ويحبوا هذا الكتاب. الكتاب عبارة لأنني أنثى، يتكلم عن مجموعة من الخواطر، عن المشاعر، عن الأحاسيس، قد تكون لجميع الناس، كل الناس بيحسوا فيها، بس في البعض لا يستطيع أن يعبر بها، فأنا حاولت أني أترجمها في بعض الخواطر. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إحنا اليوم هنا
لأول مرة بعد مرور 4 أعوام على إنشاء الدار نتخذ خطوة جديدة للمؤلفين، خاصة اللي ليهم مؤلفات جديدة بيكون لأول مرة بيصدر لي إصدار لنعمل توقيع جماعي. الفكرة حقتها إنه المؤلفين يكتسبوا من بعض، كل واحد من جمهور الثاني يصير عنده جمهور، هذه أول حاجة. بيدعموا بعض. أهم شيء إنه ما يكون العدد كبير علشان لا يصير الدنيا زحمة وما يقدر يركز مع المؤلفين ولا مع الضيوف. أتمنى إنه دي الفكرة تدعم المؤلفين كلهم وكل الدور تحاول إنها تنفذها. حقيقة أنا تعلمتها مع أول دار تعاملت معها في أول إصدار لي وقبل ما أنشئ الدار حقتي، إنه كان عملنا توقيع جماعي، فكانت الفكرة جدا رائعة إنه كنا أكثر من مؤلف، فكل مؤلف لي جمهوره فالتاني بيستفيد منها. فجيت الحين أنا قررت إن أنا أخطوها خطوة ثانية بعد 4 سنين، يعني هنطلع الدرج سلم سلم، فهذا سلم السنة دي اتخذته، وبإذن الله كل شهر يكون عندنا مع إصدار جديد 2 3 4 مؤلفين كأقصى رقم يكونوا مع بعض في توقيع واحد وتحت إشرافنا. وطبعا مكتبة فيرجن تولي دعم كبير لنا إنها بتعطينا المكان والخدمة الجيدة، بدل ما نقعد نفكر فين نروح نسوي ونعمل ونختار مكان وتصاريح وأشياء كثير، خاصة عندها تصاريح جاهزة وده. فاتخذنا القرار إنه يكون دائماً مع مكتبات فيرجن، خصوصاً إنه أصلاً الكتب بتكون موجودة عندهم، جميع إصداراتنا متواجدة عندهم.